وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، علاقات استراتيجية واستثمارات كبيرة ما بين مصر وفرنسا، كيف ترى هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الثالثة في محطة جولته الخارجية؟ بالتأكيد يعني الحقيقة الجولة الرئيس في ألمانيا ثم صربيا ثم فرنسا بتتضمن الكثير الحقيقة، وبتأتي في وقت مهم جدا بيشهد فيه العالم بالتأكيد أزمة حرب في أوكرانيا وتداعيات مختلفة على الاقتصاد وعلى التجارة وعلى الاستثمارات وعلى التنمية. وبالتأكيد يعني أعتقد أن مثل هذه الزيارات بيبقى فيها شقين، الشق الثنائي اللي بيتعلق بالاستثمارات والعلاقات الثنائية والاقتصاد والتعاون في مجالات مختلفة زي ألمانيا مثلا وصربيا ثم فرنسا، والجزء الثاني اللي بيتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية وقضية تغير المناخ اللي بتستعد مصر لاستضافة المؤتمر 27 للأمم المتحدة كاب 27. فالحقيقة إنه الجزء الثنائي مع فرنسا، يعني أعتقد العلاقات المصرية الفرنسية علاقات قديمة جدا وممتدة، ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة تطورت بشكل كبير جدا مثل كثير أثناء بناء السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على الشراكة وعلى التعاون وعلى تعدد المسارات وعلى طرح كمان وجهات نظر متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الدولية. فيما يتعلق بالاستثمارات، أعتقد أنه فرنسا من الدول اللي لها علاقات قوية سواء علاقات عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو استثمارية. الشركات الفرنسية على مدى سنوات أو عقود كانت تعمل في مصر، وأظن أنه في مجالات النقل وفي مجالات الاستثمارات المختلفة والمنتجات المختلفة، وفي ميزان تجاري بين مصر وفرنسا، مصر بتصدر لفرنسا الكثير من المنتجات وفي توازن تجاري لحد كبير، في رغبة في التعاون وتوسيع هذا الأمر بالشكل اللي يلبي مصالح الطرفين. نعم، إذن هي علاقات من التشابك والترابط على كافة المستويات والكثير من المجالات، لكن ما تضيف هذه العلاقات في هذه المرحلة ومغزى التوقيت، خاصة أن هناك العديد من الأزمات التي يعاني منها العالم، ربما الأزمات الخاصة بسلاسل الغذاء، بالطاقة، بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك قضية المناخ واستضافة مصر للقمة العالمية في نوفمبر القادم؟ بالتأكيد يعني الجزء اللي يتعلق أولا في قضيتين هنا مسارين، مسار القضايا الإقليمية ما يحدث في ليبيا في سوريا في العراق في اليمن، وفي تقارب تقريبا في وجهات النظر في دعم المسارات السياسية المختلفة في هذه القضايا بالشكل اللي يقلل من التوترات والصراعات. فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، أعتقد فرنسا لها وجهة نظر مع ترك الباب مفتوح فيما يتعلق بدعم المفاوضات، ويمكن الرئيس الفرنسي بذل مجهود كثير في اتصالات في دعم المفاوضات، لأنه فرنسا وأوروبا عموما تأثرت بشكل كبير في مجالات الطاقة والغذاء وسلاسل الغذاء وأيضا الغاز والنفط، ومصر وجهة نظرها دائما هي واخدة موقف متوازن ولديها الرغبة أو وجهة النظر اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر مكان سواء في جدة أو في ألمانيا في صربيا، بتدفع نحو يعني التعاون اكثر، ربما تقليل التوترات، السعي لوقف هذه الحرب اللي اثرت بشكل سلبي على اقتصادات العالم. كمان الحقيقه في المسارات المختلفه فيما يتعلق بدعم القضايا الاقليميه زي القضايا الفلسطينيه وطرح قضيه سد النهضه وحق مصر في المياه. نعم. الحقيقه يعني التوقيت فعلا دقيق، وبالنسبه لقضيه حرب اوكرانيا اعتقد انه في وجهات نظر تكاد تقترب من فكرة الدفع نحو العودة لمفاوضات أو وقف هذه الحرب اللي فعلا أصبحت انعكاساتها صعبة، وأظن أنه دول كثيرة في أوروبا أصبحت تدفع هذا الأمر لأنه سيناريوهات توقع مستقبل هذه الحرب أصبح بعيد، وهناك محاولة لتقريب هذا المستقبل بحيث تقف هذه الحرب وتعود الحياة في العالم إلى تأثيراتها، خاصة وأن العالم ما يزال يواجه انعكاسات أزمة كوفيد 19 أو كمان قضية تغير المناخ اللي بتؤثر بشكل بالغ. نعم. في حرائق وجفاف وفيضانات في أوروبا، الحرائق يعني منتشرة، وفرنسا من الدول اللي تأثرت مع إسبانيا مع بريطانيا، وأعتقد في أهمية قصوى لعقد هذا المؤتمر اللي أظنه سيكون أحد أهم المؤتمرات
في تاريخ تغير المناخ، لأنه أصبح العالم مدرك خطورة هذا الأمر، ومصر الحقيقة بتبذل جهد كبير لإنجاح هذا المؤتمر، ولي كمان طرح وجهة نظر حماية الكرة الأرضية من التأثيرات البالغة. فهناك الحقيقة الجولة الأوروبية للرئيس يعني تحمل الكثير من الملفات، الملفات الثنائية فيما بين مصر وألمانيا وصربيا وفرنسا، وأيضا القضايا الإقليمية وطبعا القضايا الفلسطينية وغيره، وزي ما قلنا قضية ليبيا وقضية المتوسط وغاز المتوسط وأزمة الطاقة في العالم، أحد الانعكاسات المهمة الخطيرة لحرب في أوكرانيا، مما يجعل هذه الزيارة بالفعل سرية ومفيدة جدا لكل الأطراف. ودائما مصر في بناء علاقاتها الخارجية لها مجموعة مبادئ: عدم التدخل الخارجي، دعم المسارات السياسية، الشراكة والتعاون، الدفع نحو التنمية، لأنه العالم يا ما عاوز يحتمل. نعم، وهو ما يشكل ثوابت السياسة الخارجية المصرية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.